في هذا اليوم وفي هذا الصباح الجميل مع هذه التحديات الكبيرة والمميزة من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة في العاصمة الحبيبة أبو ظبي، ننطلق بانطلاقة جديدة وتحدي جديد. انطلاقة شوطنا العاشر الخاص بإجذاع الأبكار المهجنات، لنتابع هذه الأسماء، لنتابع هذه التحديات وهذا الانطلاق الكبير. أول الأسماء المنطلقة، أول الشعارات الباحثة عن الفوز في هذه المعركة التنافسية الشريفة، انطلاقة سمحة أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، يتقدم على الأسماء وينطلق بمقدمة شوط. بينما نقلتنا عن المركز الثاني لأتابع شعار صعب المضمرين، يتقدم مع صبا محمد بن سلطان بن مرخان الاكتب القادم بهذا الانطلاق الجميل والكبير مع صبا. بينما اللي تجاوزت من الجانب الآخر بهذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير اللي تسللت إلى مقدمة الشوط وهي المنطلقة في هذه اللحظات حاملة الرقم 116 التي تنطلق على المقدمة. هناك الشايبة صالح بن محمد بن سعيد بالقابض الطنيجي يتقدم في هذه اللحظات مع الشايبة. بينما أتابع اللي على المركز الرابع، أتابع هناك الانطلاق والحضور في هذه الأثناء من قبل الظبي عبد الله بن سالم بن علي الوهيبي، ينطلق والآخر على المركز الرابع. اللي بالمركز الخامس أشوف اللي تجاوزت إلى رابع الأسماء تنطلق بهذا المستوى وبهذا الأداء في هذه اللحظات، انطلاقة كبيرة وتحدي جميل في هذه الأثناء. تنطلق اللي على المركز الرابع مشغله حمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، يتقدم بهذا الشعار الكبير، ينطلق بهذا المستوى المثير، شعار له صوله وله جوله، والقادم بهذه الاثناء شعار بالرايه بدا يقترب من الاسماء، بدا يتحرك هذا الشعار الخطير، شعار ممثل لابناء المملكه العربيه السعوديه، ينطلق بالرايه بهذا الاداء الكبير بهذا العنفوان الجميل. انطلاقة المها حمد بن راشد بن سعيد بن راية المري، يتقدم البريسي والقادم بهذه الأثناء شعار بالأسود العامري، على ما يبدو لي أنه هو المنطلق بهذه الأثناء، يندفع هناك أو هناك شقرة هي المنطلقة، سيف بن خليفة بن خميس الغويص ينطلق على مستوى سادس التحديات. السابعة ذعنابها بشعارك يا الوهيبي يا راعي الظبي. الثامنة شعار بن عويضان هو المنطلق بهذه الأثناء، هو المتحرك مع ديمه. سهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري ينطلق بشعار قدم لنا إنجاز ونقطة قوية قبل اللحظات، وهذا الانطلاق في هذه اللحظات شعار سعيد بن مطر الرميثي، ينطلق بجماله، جماله هي القادمة، صاحب هذا الشعار، صاحب الناموس في الشوط الماضي بانطلاقات كبيرة. أبناء السمحة يعلنون لنا حضورهم، ولكن القادم بالشرقي وصل شعار هوايل، وصل شعار محنة، وصل شعار أب من ممثل لأبناء الساد، ينطلق سالم بن سهيل بالشرق العامري بانطلاقة شقرة، وهناك مبارك بن سالم بن سهيل بالشرقي العامري، وصلوا أبناء الساد بشعارهم الكبير والخطير، يتقدم بخبرة السنين سالم بن سهيل بالشرقي العامري، وشعارات قادمة ورنانة بدأت تقترب مع دخولنا للكيلو متر الأخير، دخلنا أجواء الكيلو الخطير. يا متابعين، يا مستمعين، يا مراقبين، يا مضمرين، يا ملاك، ولكن العودة إلى براية، براية رفع راية التهديد بانطلاقة المها، وصول المها حمد بن راشد بن سعيد بن راية المري. لكن الله 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 الله،
مواصلات شخصية خالد بن محمد بن سعيد آل فهيده المري تقدم بشخصية شخصيتها قوية ولكن ولعت المعركة يا اخواني بالنصر حضر حضوره يسبب للشوط زعزعة يسبب للشوط ربكة بالنصرة بانطلاقة شعاره ولكن المها مع بالراية وبالنصرة مع عياله سعادة صالح بن محمد بالنصرة العامري الكبار لابد أن يعودون وإن طال غيابهم عودة الكبار يا بالنصرة سنشاهدها في هذا الموسم ولكن بالراية ولكن عياله بالراية ولكن خلاص راحت عياله بالفوز راحت عياله بالانتصار سلام رجل المفاجآت سلام بالنصرة سلام شعار سعادة صالح بالنصرة العامري بانطلاقة عياله خاطفة لناموس الشوط ونقطة ثانية في هذا الصباح ليعلن لنا حضوره الكبير بالنصرة مع هذا الشوط وهذا التحدي الكبير وهناك المها ايضا من قدمت المنافسة الكبيرة حتى الرمق الاخير حمد بن راشد بن سعيد بريسي المري هو حل ثانيا بينما الثالثة اتابع انطلاقة وحضور لي على المركز الثالث شخصية وانطلاقتها خالد بن محمد بن سعيد الفهيد المري والمركز الثالث اللي على المركز هناك اعود بالتوقيت الزمني وانطلاقة هناك 6 دقائق ثانيتين وستة اجزاء من الثانية انطلاقة عيالة وشعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري والمركز الثاني شعار المها حمد بن راشد بن سعيد البريسي المري 6 دقائق ثانيتين وسبعة أجزاء من الثانية واللي على المركز الثالث هي شخصية بشعار خالد بن محمد بن سعيد الفيدة المري انطلقت بالمركز الثالث توقيتها الزمني 6 دقائق 4 ثواني بالوفاء والتمام واللي هناك على المركز الخامس كانت انطلاقة وحضور حاملة الرقم 39 الشايبة حمد الرابع الشايبة إذن حمد